قناتكم قناة لقمة شهية. الله يجبر خاطركم ويكرمكم. جبت لكم سلق، يعني حبة أمك سلق. السلق يعني بنعمل بعدة وصفات، ومهم جدا جدا. يعني ما بدي احكي عن فوائده لانه صرنا كلنا بنعرف انه السلق له فوائد كثير. واجمالا الورقيات واللون الاخضر هيدا بيتميز بالحديد، يعني في اشياء في فوائد كثيره. اذا بنبحث بنعرف قد ايه في فوائد. بس انا هلا بدي احكي عن وصفات عده بناخذها منه. فينا نعمل شعيبيات بالسلق، فينا نعمل شو اسمه شوربة سلق اللي هي بيسموه عدس بحامض، عدس مع السلق. فينا نعمل هلا اللي بدي اعملها ان شاء الله رب العالمين نلف سلق. فينا كمان ان شاء الله اللي بضل الضلوع بدي اعملهم سلق بلوبيه، بحب بلوبيه بسموها مكحله، ان شاء الله بنعملها بفيديو تاني. اليوم ان شاء الله رب العالمين جبت هدول 3 كيلو تقريبا، بيطلعوا اربع ضمات شو بيقولوا لهم، اربع لفتات. ايه بيطلعوا هدول 3 كيلو و170 جرام تقريبا. هلا انا ان شاء الله رب العالمين بدي شيل هيدا الجزء اللي هو الورق حتى لفه. هيدا الجزء يعني الضلوع وشوي وقسم صغير من الورق بدي خليه حتى اعمل ان شاء الله رب العالمين سلق بلوبية. سلق بلوب بحب بلوبية مكحلة مثل ما قلت لكم. والضلوع في منهم حاعملهم للطراطور. اول شيء بدنا نجيب هدول الضلوع، هدول السلقات، نجيب هيدا السلق ونقطعه من هون. ليش؟ لان هدول بيطلعوا معي لفتين بقى لهون، لان هيدا الوراق بدي اياهم مثل ما قلت لكم وقت اللي بدي اعمل سلق بلوبي ان شاء الله. احبابي بهالوقت انا هعمل الضلوع لحتى اعمل الطراطور. هاخد من هيدول الثلاثه اللي او الاربعه اللي كانوا عندي، هاخد وحده اعمل الضلوع، اعمل هيدول. وهون عندي طنجره السلق، حطيت مي حتى بس تغلي بنزل الورق اللي حطيته على جنب. احبابي هاي بشيل هيك، هيدا الضلوع بشيله هيك، هيدا للطراطور. احبابي السلق غطوا شيل يعني ما انه بياخد مثل الورق عنب وقت. السلق والخس ما بياخدوا وقت، يعني ما في يعني 3 ثواني 5 ثواني بنشيلهم. ليش؟ لانه ناعم كتير وحساس كتير، ما بياخدوا وقت. غط وشيل وبس نشيلهم دغري على
مي فيها تلج، واليوم لأنه الدنيا شتوية بنحطهم بمي باردة بس من الحنفية. وهلا أحبابي بدي نزل طلع السلق اللي بدي أعمله تراتور، قلت لكم مع جنب محشي السلق يعني السلق اللي بنلفه، أو جنب السلق بلوبيا مكحلي بناكل تراتور بسلق. طيب كتير جنبه غيرت 4 كبايات رز سوالتهم تصوير، يعني غسيل ما نقعتهم سوالتهم تصوير شطفة وحدة. 4 كبايات رز حبة قصيرة، إيطالي مصري ما بيأثر، المهم إنه حبة قصيرة. محتاج لنص معلقة قرفة ناعمة، بسم الله الرحمن الرحيم، 7 بهارات صغيرة أكيد، يعني معلقة شطة، ربع معلقة بهار أسود حر، هيدي اختياري، معلقة ملح صغيرة بس مليانة هرمية، وعندي لحمة 250 جرام. لهيدي الكمية 4 كبايات بدي 250 جرام. أحيانا بدي أقول لكم شغلة، هلا هون أنا لأني بدي أحط بالسلق يعني بالطبقات تاعون السلق، بدي احط لي اللي هي دهنة الخروف، يعني بتيجي من ورا الخروف. اللي بدي احط لي بقى، ما في داعي احط سمنة هون، لو ما كان عندي لي ما بدي احط لي، ممكن احط سمنة حتى يكون في مادة دهنية، لأنه إذا بتلاحظوا ما حطينا مادة دهنية بشي، بقى اللي بتغني عن السمنة، أوكي؟ يعني هيدي لازم الخطوة نعرفها. نبلش نلف، بنحط الورقة مال اللي بيلمع لبرا والناشف لجوا، بنحط الرز أو الحشوة وبنلف. سهل كتير، يعني إذا الورقة كبيرة بنقطع 2 وبنحط من أول الرز مال الرقيق، وهيدا الضلع بيساعدنا انه بيخليها مطاولة يعني. ايه وبنلف، سهلة ولا اسهل من هيك. بنستف البطاطا، هاي الخطوة اختيارية يعني، انا بحبها لانه البطاطا بتسحب خواص السلق، وحتى بتاخد دسامة من اللي، لأنا قلت لكم بدي حط لي بعد ما ستف السلق بدي حط طبقة بالنص لي، بقى بتاخد الحموضة البطاطا وهيك، يعني كتير طيبة بس ناكلها، ما بس إنه والله كرمال ما تنلدع، لأن لو بس كرمال إنه ما تنلدع حبات السلق كنت حطيت ضلوع السلق مثل ما كتير ناس بيعملوا، بس لا أنا بحب البطاطا حتى يعني كتير طيبة هي الأكلة. هون اللي بعد ما ستفت أول رأين سلق بحط لي، كتير طيبة اللي فيها، بيعطيها دسامة، ومثل ما قلت لكم ما حطينا سمنة بالحشوة حتى حط لي، لو ما في لي كنا حطينا سمنة بقلب الرز. بنستفهم بشكل الصحن يلقط الحبة، يعني ما تكون برات الصحن مشان وقت اللي ببلش يغلي ما تفوش حبة منهم على الوجه ويطلع منها الرز. وهلأ بنحط صحن وتقالة، هيدي التتقيلة اللي بدنا نحط عليها، ممكن يكون حجر، أنا عندي صخرة من البحر وعندي هيدي هلا بدي حطها حجر، هيدي بنقعه بخل مشان شو، مشان يكون يعني ما عليه ميكروب اذا قعد وقت كتير ما استعملته. هون بدي حط مي، بقى شو بحط معلقة ملح بقلب المي، وبحطهم لأن إذا بدي حط الملح ما بتأكد إنه توغل بقلب السلق كله. بقى هون
حط مي حتى ينغمروا ويدل صنت فوق السلق صنت بس صنت واحد فوق الماء فوق السلق كتير منيح لأنه السلق حساس مثل الخس. وبدي حط حامض، أنا عاصرة حامض للطراطور وللسلق، بدي حط نص للسلق تقريبا، والحامض بيرجع للذوق يعني. بعد ما غليوا شلت الصحن، ليكو محل الصحن بقي أخضر واللي تحت اللي كان طايل المي منيح أسود. بقى هلأ بغطيهم وبتركهم على جنب على نار هادي كتير. هون بدي أعمل التراتور، حطت 5 أو 6 حصوص توم والحامض اللي عصرتهم وخفقتهم منيح منيح. وهلأ حطيت الطحينة، على فكرة عندي الطحينة ما بعرف ليش عاملي مثل يعني مجمدة منيح. بقى بدي حطها بالمولينكس حتى تخفق منيح. هون يعني بخفق منيح حتى حطهم على بلوع السلق اللي سلقتهم وصفيتهم حطيتهم على جنب. كتير طيب التراتور. هون عم نزلهم، بدي اخفقهم منيح معهم، اخلطوا. انا بدي حبة السلق تبقى ظاهرة. ضلوع السلق جربوها كتير طيبة. هلا بنرش حر على الوش، حر مطحون بيقولوا له، بعتقد بيقولوا له فلفل حار، حر احمر مطحون. هون بدي اقلب الطنجرة، اكيد نشفت معي يعني تقريبا، وبدي انتبه منيح مشان ما احرق حالي. بتركها شوي بس حتى تبرد، مش حتى تبرد بس حتى يعني 5 دقائق تقريبا. بعدين برفعها على مهلي، ليكو من تحت على كتر ما يعني استوت اكتر من فوق. وهي حبيت البطاطا عسل لان اخذت نكهة الحامض والملح والسلق واللي هي دهنة لية الخروف. كتير طيبة وأكل دسمي وطيبة يعني. هيدا التراتور حطينا له مثل ما قلت لكم فلفل حار أو حر أحمر مطحون. كتير طيب الأكلة. وصدقوني مستوية يعني كافي يعني. اخدي لكل لية هون شو طيبة. اللي بحب الدسامة بهالأكلة يجرب يحط لي. وفي ناس بتحط شرحات لحمة كتير طيب، ليكو قديم استوي كتير طيب. بس نار لا، تفضل حط تراتور عليهم حتى يبردوا شوي بقدر أكل اللقمة ما أحترق. بس عن جد أكلة ولا أطيب. الحشوي مستوي منيح، على كل حال هي أكلتي أنا لليوم. إذا حبيتوها بتمنى منكم فضلا وليس أمرا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع تحياتي سينيو وايد.